المسألة الآتية: 14 في 16 على 32 في 7 يساوي كام؟ لو ركزته ما ياخدش 3 ثواني. 14 في 16 على 32 في 7 إجابتك؟ 1. إجابة خاطئة. في إجابة؟ 6. أنا بقول أي حاجة، أنا ما حلتهاش لسه. دوس على البازر. 6. بصوا، 16 على 32 فيها النص، 14 في نص بسبعة، 7 في 7 49. أسهل ما يكون. لو قسمته الأول ما ياخدش منكم 3 ثواني. طبعا أحمد حسن 6 رقم العظيم الجزافي العشوائي. إجابة إيه؟ خاطئة. لا طبعا إجابة مضحكة. يعني أنت متخيل إنه وصل أرقام الدنيا هيطلع رقم 6 صح؟ ممكن. عايز أقول لك حاجة، كنت أعتزل فيها على طول. اتفضل.